سي محمد العبدي عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. اليوم جينا نخلدوا ذكرى فاتح ماي عيد الشغل، وكما كتعرفوا وقفة نضالية وضروري كتعرفوا كما كتعرفوا على الشعب الودادي والجمهور الودادي ديما مناضل وديما حاضر في الوقفات النضالية والاحتجاجية وديما مع المطالب الحقوقية اللي كنستاهلوا ديما وكنبغيو نجيبوها بدراعنا، ما كنطلبوا عليها ما كنستعاو عليها ما والو. وتحية للشعب المغربي، وكنقول مبروك عواشركم في هذا النهار هذا من المنبر، وعيد مبارك سعيد للشعب المغربي قاطبة ان شاء الله. كما كتعرفوا فرقة كبيرة وغنية على التعريف، الوداد فرقة تخلقت البوديوم، تخلقت باش دير الالقاب، وان شاء الله احنا وراها ان شاء الله جنود مجندة ان شاء الله باش تكون الثلاثية ان شاء الله هذا العام، ونفرحوا جميع وفرحوا 40 مليون مغربي ان شاء الله. في ماتش ديال العصبة ديال بلوزداد الالي جبنا الرباح من الجزائر من قلب العاصمة الجزائرية. بالنسبة للروتور لعبنا شوية على الاعصاب، كان شوية الضغط النفسي، كانوا عوامل اخرى، ولكن كل ماتش كيتلعب بوحدو وليسونسيال هو التأهل هو تطلع البوديوم ان شاء الله. بالنسبة لمؤيد اللافي حنا كنساندوه وكنتمنوا ليه الشفاء العاجل ان شاء الله في هذا الشهر المبارك، وراه حنا محتاجينه بزاف، وكما محتاجين جلال الداوودي اللي عنده حمراء كونتر بيت لاتليتيكو ما غيقدرش يلعب، مي الحمد لله حنا واقفين على الرجال وديما الرجال كاينين، ديما غيعوضوا لنا الرجال، ديما هذه الفرقه راه فيها ولادها وغيهزوها وديما ولادها هما اللي تيهزوها. نتمنوا لها كل خير وكنتمنى فرقه ديال البوديوم ان شاء الله، وغنمشيو ان شاء الله بعيد. اللي عندنا راه غادي يوقف على رجليه وغادي يكون راجل كما ولات عرفتنا ديما، ولفتنا ديما كيلعبوا فيها غير الرجال الحمد لله، وديما كيحاربوا على الرايه الوطنيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.